اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق الخلق من تراب، يا بر يا رحيم يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا من رحمتك وسعت كل شيء، حرم وجوه المشاهدين لنا عن النار. اللهم حرمهم عن النار. اللهم حرم هذه الوجوه التي لك خضعت ولك سجدت ولك أنابت، اللهم لا تشويها بالنار يا رب العالمين. اغفر لنا ولموتانا، اللهم اغفر لنا ولموتانا وللمسلمين والمسلمات. يا رب فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقضي الدين عن المدينين، اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اجعل آخر الأعمال خيرها وآخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم لا تتوفانا إلا وقد رضيت عنا وأريتنا منازلنا من الجنان. اللهم يا رب إن آباءنا وأمهاتنا قد أحسنوا إلينا، فأحسن إليهم بجنات النعيم. مد في آجال الأحياء على الطاعة، واشف مرضاهم وعافهم عافية تغنيهم بها عن خلقك. ومن كان ميتا يا رب نور قبره ونور لحده ويمن كتابه ويسر حسابه. يا كريم أكرمنا بالأمن والإيمان، واجعل وطننا آمنا رخاء سخاء يا رب العالمين. من أرادنا بسوء، أو أراد ولاة أمورنا أو المرابطين على حدنا أو علماءنا أو أبناءنا بسوء، يا كريم يا قوي، اللهم أشغله بنفسه، أشغله بنفسه. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.